نحن كهيئة عليا يعني أعلننا إدانتنا لما حصل، ونعلن دائما إدانتنا وأدنا في الأيام السابقة، لكن الإعلام لم يغطي بنفس الطريقة. أدنا كل العمليات التي تجري في سوريا وما يجري من قصف واستخدام لأسلحة المحظورة كالنابالم في دوما، واليوم حتى هذا اليوم استخدمت هذه الأسلحة، ونحن نناشد المجتمع الدولي يعني أن تكون ردود فعله بنفس القوة التي تأتي عندما يكون هناك استهداف لمقر مثل مقر الأمن للقوى للاستخبارات السورية. إنما نحن أدنا ذلك وأدنا العمل بكل وضوح، وكان لنا أصلا مؤتمر صحفي لهذا الغرض. ولكن أنا أقول أننا إذا كنا صادقين في الدخول وفي الانخراط في هذه العملية التفاوضية، فعلى الوفد في وفد النظام بالتحديد ألا يستخدم هذا كذريعة لتغيير مسار المفاوضات وتغيير جوهر المفاوضات الذي أتينا من أجله، وأتينا على أسس واضحة مبنية على وثائق دولية، والجوهر هو الانتقال السياسي. وهذا ما نخشاه هو أن يتم استخدام ما يجري على الأرض من طرف النظام. نحن لا نستخدم ما يجري على الأرض.